أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد فروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى السادس، هنشوف نموذج للفرد الأول الدورة الأولى لمادة الاجتماعيات. النموذج على شكل PDF هتلقاه في الوصف. إذا نخدمه مكون الجغرافيا لكي تحسب 10 نقاط. ونبدأ بالسؤال الأول. من المعلوم أنك تنتمي لكوكب الأرض الذي ينقسم إلى 6 قارات وخمسة محيطات كبيرة. أذكر هذه القارات. إذن عندنا بالنسبة القارات المحيطات، بالنسبة سؤال ألف عندكم شنو هم هاد القارات اللي عطينا 6، بالنسبة المحيطات 5. إذن نبداو بالقارات. إذن 6 قارات. إذن هاد القارات كاينة آسيا، كاين كذلك أوروبا، كاين اللي كيكتب أوروبا بالواو، كاين اللي كيكتبها بواو وحدة. إذن أوروبا، كاينة إفريقيا، إذن كاين كذلك أستراليا، ولكن كاين اللي كيقول لي أوقيانيسيا، إذن جوج صحاحين، أستراليا، أوقيانيسيا، كاين اللي كيقول لي هاد الإسم. إذن أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية. إذن هادو هما القارات جدادين، يعني 6 قارات. إذن بالنسبة لأمريكا كانوا 5، ولكن هنا عندنا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كتعطينا 6. بالنسبة لأستراليا كاين اللي كيقول لها أستراليا، كاين اللي كيقول لها أوقيانيسيا. إذن دابا ننتقلوا سؤال ب، أذكر هذه المحيطات. إذن هنا بالنسبة للمحيطات كاينين 5، اللي هما المحيط الهادي. إذن عندنا المحيط الهادي. ماذا آخر؟ كاين المحيط الأطلسي. إذن المحيط الأطلسي. كاين كذلك المحيط الهندي. إذن 3، المحيط الهندي. كاين المحيط هذا اللي كيكون يعني بالنسبه للتجارب العلميه الى اخره، محيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. اذا هذه العيشات فيه صعيبه، اذا وكيكون فيه يعني معظم كيتستغل التجارب، محيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. محيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. المحيط المتجمد الجنوبي. اذا هادو بالنسبه للمحيطات، عندنا 6 قارات وخمس محيطات. نعم، ننتقل لسؤال ج. لاي قاره ينتمي بلدك؟ اذا هنا بالنسبه انا انتمي الى بلد المغرب، يعني ينتمي الى قاره افريقيا. إذن ينتمي بلدي المغرب إلى قارة ينتمي بلدي المغرب إلى قارة إفريقيا. نكتب إلى قارة إفريقيا. نعم، إذن هنا قالوا لنا إلى ماذا ينتمي بلدك؟ ينتمي بلدي المغرب إلى قارة إفريقيا. ننتقلوا السؤال الثاني، أجب بصحيح أو خطأ. إذا قال جملة ومصحدت صحيحة ولا خطأ. مجسم كرة الأرضية يسمح برؤية الأرض كلها دفعة واحدة. الخريطة المسطحة تمثل الأرض على شكل مستوي. صور القمر الاصطناعي أو الاصطناعي تظهر القارات ولا تظهر المحيطات. الخط الأصلي لخطوط طول هو خط غرينيتش. إذا مجسم كرة الأرضية يسمح برؤية الأرض كلها دفعة واحدة، خطأ. إذا بالنسبة للمجسم كرة الأرضية اللي كيكون أقرب إلى الواقع، فهو المشكل ديالو أنه لا يسمح برؤية الأرض كلها دفعة واحدة عكس الخريطة المسطحة. إذا هنا معلومة خاطئة. إذا هنا نكتبو خطأ. جملة ثانية، الخريطة المسطحة تمثل الأرض على شكل مستوي. إذا هذه الخريطة المسطحة هي غير قريبة للواقع، إذا كنمثلو يعني كنمثلو العالم
على شكل يعني في على شكل مستوي يعني في ورقة مثلا. إذا هنا صحيح معلومة صحيحة صحيح. ننتقل الجملة الموالية. صور القمر هنا اصطناعي، تذهل القارات ولا تذهل المحيطات؟ خطأ. صور القمر اصطناعي، إذا هنا صح وهنا خطأ. صور القمر اصطناعي تذهل القارات وكذلك المحيطات، إذا هنا المعلومة خاطئة، إذا نكتب هنا خطأ. ننتقل للجملة الرابعة. الخط الأصلي لخطوط الطول هو خط غرينيتش. نعم، إذا عندنا خطوط العرض وخطوط الطول. بالنسبة الخط الأصلي لخطوط الطول هو خط غرينيتش، إذا هنا عندنا هنا صحيح، إذا نكتب هنا معلومة صحيحة، إذا نكتبوا معلومة صحيحة. إذا بهذا وبهذه المعلومة نكون سالينا تصحيح ديال هذا الامتحان. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.